ده في حالك الفروش بيدي وعاملاه بيدي كمان. تسلم يا شمس. بقول لك ايه؟ عشان تعرف انا بحبك قد ايه؟ قلت لك كل الوكل اللي بتحبه. ربنا يخليكي. اخبار فتحية؟ ولا حاجة. يعني ايه ولا حاجة؟ بقول لك ايه؟ انا رجعت له بس عشان خاطر اللي في بطني، اكتر من كده ولا يهمني. اهم حاجة تكوني مبسوطة. الحمد لله مبسوطة، ربنا اداني، وبعد كرم ربنا في كلام. ونعم بالله. بص يا شمس، لو عاوز احجك موجود، ولو طلبتي اكتر من العندي قبل العندي. طبعا حجي هاخده ومش هسيبه، وهاخده غصب عنك كمان. كل حاجه متسجله، وتقدري تسالي المحامي في اي حاجه انت عايزاها، لبرب يعني تكوني شاكه في حاجه. انا حجي فيك انت وحسن، حجي فيك انت وامي، اننا نرجع نعيش تاني في بيت واحد ومفيش حد يفرجنا ابدا. هيحصل يا شمس، هيحصل. عارف يا مروان، انا رجعت لفتحي عشان خاطر ولدي، يعني دوست على كرامتي ودوست على قلبي وبعت شبابي كمان، كل ده عشان خاطر ولدي اللي جاي، اللي هو اغلى عندي من الدنيا كلها، وانت عارف وحاسس. يبقى اللي انا بعمله ده لازم يحصل. ما انا مش هبيع كل ده من غير تمن، والتمن انه يبقى لي عيله. عارف يا مروان، فتحي هيتعد الميتة. ميتة يا شمس؟ لما نرجع زي الاول، لما يعرف ان عيلة عبد الجواد رجعت زي الاول، ومحدش عارف يقرب منها ابدا. ومحدش يقدر يقرب منها ابدا طول ما انا عايش. عارف يا مروان، انت وحسن عندي اغلى من الدنيا كلها، ولما بتكونوا بعيد قلبي بيوجعني. صحيح انا اختكم الصغيره، لكن انتوا عندي حاجة كبيرة قوي. الواحدة مننا يا مروان بتوقف كده وتتباهى بعيلتها واخواتها. الست مننا بتحس انها فوق الرقاب لما تقول ابويا فلان واخويا علان. بتحس انها ملكة الدنيا كلها. بتحس انها حرة. بتحس انها قوية. هو ده اللي انا عايزاه منك انت وحسن. ربنا يخليك يا شمس. هتتباهي بينا وهتتباهي بالعيلة. وعايز اقول لك على حاجه كمان، ما حدش هيقدر يفرق بيني وبين حسن ابدا ابدا يا شمس. يا رب. يلا تاكل بقى الفرمجه بتاعتي. قرطها لك حته حته. بالراحه يا شمس عليها. شوف بقى عم يا جمل. عارفه يا كبريه، البت اللي اسمها ريم دي ما تاخدش في ايدينا احنا الاتنين غلوة. نغسلها وننشرها ونكويها بمكوى سخنة ونقطعها حتت 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 وندفنها، وبعد كده نيجي انا وانتي نشرب القهوة بمزاج. جاي على بالي اروح اقعد على قلبها، ما هو بيتي ومحرم كان جوزي، اخليها تلف حوالين روحها. لا 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 لا، اوعي تعملي كده يا جبريه يا اختي. اولا مروان يزعل، وبعدين البت دي شيطان، عايزه البيت الكبير كله يولع ويمسك في بعضه. وخلي بالك هي مش عايزه حد فينا يعرف يفكر، والنار اللي بين حسن ومروان هي اللي مولعاها وعماله تنفخ فيها عشان تزيد. صح، عندك حق، وانا عمال افكر اعمل فيها ايه. يا حبيبتي البت دي عايزه تخطيط حرايق وبمزاج. بقول لك ايه، انا مش هسكت على اللي حصل ده. اصبري يا اختي، اول بس ما مروان يقوم بالسلامه ويمشي على رجليه، يمكن هو في دماغه مخطط احنا ما نعرفوش، هنعرف هو موضب لايه. صح الكلام؟ صح مروان. الله، اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. ايه الحلاوة دي؟ قسما بعز جلالة الله، لو السما اتطبقت على الأرض وقالوا لي إن أم جبرية وأم كريمة قاعدين مع بعض وبيشوروا بعض، والله العظيم عمري ما هصدق. سلامتك يا أخويا.
اللي بيني وما بين جبرية زمان شيطان دخل بينا وراح لحاله، دلوقتي احنا اخوات وسمنا على عسل. اه طبعا، امال ايه؟ امال ايه؟ بقول لك ايه يا مروان، انا وكريمه كنا بنقول ان ريم دي عايزه حشره جابتها. صح، انت بقى جيبها من شعرها كده اهو وتعلقها وتمسكها في وسط البلد تفرج عليها أمي، لا إله إلا الله، البت دي مش عايزة تتلم، هي اللي قايدة النار بينك ما بين حسن يا أخويا، صدقني. معلوم، دي حرباية. يعني ريم هي السبب؟ أمال إيه؟ أقول لك على حاجة كمان، دي عملت لي عمل عشان أتجوز أخوها، ولا أنت فاكر إن أنا عملت كده بخطر يعني؟ انت مش شاهدة يا ولية، ما تقولي. يا اختي شاهدة، على يدي، على يدي العمل، انا شفته بعينيا، وانت عارف يا اخويا انا ما بكذبش. يبقى على بركة الله، الله يرحمها ويحسن اليها. متشكرة على اليوم اللطيف ده قوي يا عازم. اي خدمة. انا كنت عايز اسألك سؤال كده. اسألي، انا تحت امرك. بس هتجاوب بصراحة؟ طبعا هجاوب بصراحة، هو انا اقدر؟ ماشي. هو انت الفترة اللي فاتت يعني كنت بتعمل ايه في حياتك؟ قصدك ايه؟ يعني مفكرتش تتجوز اي حاجة من دي؟ لا فكرت، بس اكتشفت ان انا ما اقدرش اعيش غير مع واحدة وبس، بالدليل ان انا ما قدرتش اكمل غير معاك انت. طيب بصراحة كده انا عندي هاجس. هاجس؟ هاجس ايه؟ يعني انت عارف انا بحب المحاماة قد ايه، وكان نفسي يبقى عندي مكتب خاص بيا. لقيتك فجأة كده فكرت في موضوع اني اشتغل في المصنع. بصراحة أنا فكرت إنك تشتغلي في المصنع عشان بس تستريحي. مش عارفة، حاسة يعني أنت بتقول لي أي مبرر كده وخلاص. لا ده كده ما بقاش هاجس، دي بقت وساوس، وأنا لا عندي لا هاجس ولا وساوس. أنا كل اللي قصدته إن أنت تبقي مستريحة، وأنت عارفة إن المحاماة صعبة والطريق فيها طويل. ماشي، مع إني مش مقتنعة قوي برضه بالكلام ده. مش مقتنعة؟ شاهد أنا لما بقول كلمة ببقى بقصدها، وأنت عارفة كويس إن أنا ما بحبش اللف والدوران. في إيه عايزة اتقفشت ليه كده؟ كنت بهزر على فكرة. يا ستي أنا ما قفشتش، بس أنت عارفاني، وبعدين أنا بصراحة عندي قضية وعايز أروح أشوف الورق بتاعها، وكمان عايز أروحك. لا كده بقى شكلك قفشت بجد، خلاص بقى. يا أبوي استغفر الله العظيم. ينفع تخرج من البيت من غير ما تقولي؟ تخضني عليك كده؟ بص أنا هقولك على حاجة، بعد كده هحبسك في البيت. ماشي يا زينب، لو انت هتبقي السجان انا ما عنديش مانع والله. ماشي يا سيدي. تعالي يا زينب تعالي. الله بيك. بس برضه ما كانش ينفع تخضني كده. معلش يا زينب، رحت لابوي وعمي، كنت عاوز اتكلم معاهم شويه. مالك يا حبيبي؟ انا بعرفك من عينيك، ما تخبيش عليا. حسيت بالخوف يا زينب. خوف؟ من ايه؟ فكرت في لحظة لو الرصاصة دي جت في قلبي ورحت وسبتك انت ونوح، أول مرة أحس إن أنا عاوز أعيش.